التركي. لعبت على طول المنتخب التركي ما بيها شيء. حسن ساد يحاول يشوت، جول 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 حسن ساس. حسن ساس حقيقة بيسجل هدف، هدف حلو حلو جدا من حسن ساس. على طول توغل داخل منطقة من تحت، وحسن ساس فعلا بيعيد الفرحة ويعيد البسمة، وأول أهداف لحسن ساس في هذه البطولة وبشكل حلو جدا لما لعبت. والهدف الثاني لحسن ساس بعد الهدف اللي سجله في مرمى البرازيل فعلا، وهذا الأتراك وفرحة الأتراك فعلا في هذه المباراة اللي قاعدين بيحكون عن ثلاث نقاط المباراة. شو لما لعبت على طول حسن ساس اخذها من المدافعين ولعبها بكل قوه على يمين حارس المرمى. المنتخب التركي اتنفذت على طول من حسن ساس، ترجع حسن ساس مره ثانيه، والمباراه سريعه حقيقه حتى الان، واللعبه وتوصل بالجول. جول 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 هدف 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 جورجوماز. جورجوماز حقيقه فعلا يسجل 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 الهدف الثاني للاتراك للاتراك. فعلا جورجوماز يسجل يسجل الهدف الثاني لمنتخب تركيا. هدفين 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 سريعين في اجل حقيقه من 8 دقائق. فعلا جورجوماز بيسجل الهدف الثاني وفرحه تركيا واضحه تماما في المباراه. وينزل بدلا من تايفور، وكره اللعب على طول حسن ساس. ساس على طول بعرض الملعب، توصل حط الجول. جول 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 دفالة دفالة على طول أومد دفالة بيسجل 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 الهدف الهدف الثالث. أومد دفالة أومد دفالة حقيقة، وفرحة تركيا فرحة تركيا بهذه المناسبة. وفعلا فعلا فعلا الأتراك الأتراك يعملوها اليوم بثلاثة أهداف مدروسة مدروسة تماما في هذه المباراة في مرمى المنتخب الصيني.